أهل السنة والجماعة السلفيون. ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا النجاة في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسن. ماذا أنت هؤلاء؟ أسألكم، هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه. وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منه، الإسلام بريء منه. حتى بعد أن كتب الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونه أبدا إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين، أقسم بالله، لأننا نجد نتائج، ما في نتيجة أبدا، بل هو بالعكس في تشويه السمعة. ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان نتيجة هذا نتيجة أهل السنة والجماعة السلفيون.